المرضى وأقدم الأسرى المرضى الأسير المقع ووالدة الشهيد، وأيضا تحتجز الأموات بعد الموت. وهناك والجسد هدفها كسر النفس من الداخل ثم على تصرفات بهيمية للمحققين والجنود كيرين بشكل غير مسبوق، مما يؤكد أن أطفال فلسطين أصبحوا صفوفهم. هناك أسرى أطفال أصيبوا بالرصاص بترت في الأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها لميثاق عدد منهم، اعتقالات بسبب النشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي. السيدات والسادة، في هذا المؤتمر مسبوق، وحتى المحاكم تحولت إلى جباية لسرقة لم تفتح تحقيقات جنائية بشأنها. في هذه المحاكم فالجند الإسرائيلي أزاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح رأسه من نقطة الصفر وهو ملقا جريحا في الخليل يوم 24/3 في الأحد، يحاكم بالسجن 12 عام. وقد مناصرة لشاهدته بالفيلم 13 سنة الذي تعرض للضرب في زنزانته. أشكركم مرة أخرى. أسكروا التعليم أيضا، فالطالب اليهودي لا ينمو في المدرسة ليصبح إنسان. ولم يسمع القناص أغنيتي، لم يسمع تسليط الضوء على جريمة مستمرة متواصلة يقترفها الإسرائيلي المحتلون بشكل ممنهج بشكل منظم مرعية من الدولة، استهداف الطفولة الفلسطينية بالقتل بالاعتقال بالتعذيب. نريد أولا أن يعرف العالم ونريد أن تعلم إسرائيل أن العالم معنا في كفاحنا ونضالنا من أجل الحرية والاستقلال، وأن العالم يقف يعني مناهضا لهذه السياسات. ونريد أيضا من هذا المؤتمر أن نبلور صيغ يمكن أن تكون جزءا من الخطة الوطنية التي المزمع إعدادها لتوفير مظلة حماية للأسرى وفي مقدمتهم الأطفال. لا توجد هناك سجون مخصصة يعني بالمعنى الدقيق للكلمة للأطفال كما ينص عليه القانون الدولي، وإنما هم يعني موجودين في سجون. صحيح أنهم يعني القسم الأكبر منهم بعيد عن بقية الأسرى، ولكن يعني في ظروف صعبة جدا حيث يتعرضون للتعذيب والأذى.